ورد في الحديث الشريف: لا تؤخر عمل اليوم لغد، فإنك لا تعلم ما اسمك غدا. الإنسان إذا تمكن من عمل خير هذا اليوم لا يؤخر هذا العمل لغد، لأنه لا يعلم هل غدا يتمكن من هذا العمل أم لا، هل غدا حي هو أو لا. لا تسوف عمل الخير. كثيرون من الأموات كانوا عازمين على أعمال خير، على أعمال صالحة، على مؤسسات، على خدمات، ولكن سوفوا، فجاءهم الموت ولم يعملوا. عمل الخير صغيرا كان أو كبيرا، مؤسسة كانت أو مجرد عمل خير بسيط، تقديم عون لشخص، إذا يمكنك هذا اليوم لا تؤخره لغد، لأن الإنسان إذا تعود التأخير عندما يموت يكون قد سلب التوفيق للكثير من أعمال الخير. الإنسان عليه أن يعود نفسه بالتعجيل في عمل الخير. بذمته حقوق لله، حقوق للناس، يريد أن يكتب وصية هذا اليوم يكتب لا يؤخر لغد، أو يريد أن يقول شخص يكتب له وصية هذا اليوم يقول،